دوري الزمالك ما خدوش صدفه ولا كاس صدفه، وده اللي قلت لهم اثبتوا للدنيا كلها يعني النهارده الزمالك الاول، الزمالك الاول مع الاتحاد مع داخلية. نعم مظبوط. ونكمل المسيره ان شاء الله، ربنا يوفقهم وربنا يوفقكم وربنا يوفقكم. الدوري هيبقى فيه منافسه شديده بينك وبين الاهلي، تنوع في القنوات بصراحه، والواحد عمال يلاقي جنينه كده عماله كده، في جنينه فل ودي فيها اسمين ودي فيها ورد. الحياه عامله شغل، وتن عامله شغل، والنيل عامله شغل، شيء راقي جدا. على فكره التنوع دون هو اللي بيخلي الجمهور اللي محروم يروح المدرجات بيستمتع وقت في البيت. صحيح. طيب حاجه اخيرا بقى، لا